حياكم الله. قولوا عنها ما شئتم، فقدت قوتها، ودعت قادتها، تدمرت سياستها، تبعثرت ملفاتها، ومن ينهي شتاتها؟ لكن السؤال يبقى، قبل أن تنطقوا اسمها تذكروا أن ما لا يقترن بإيران سواء في ماضيها أو حاضرها، جمهورية قائمة بأركان لا تهدم وأساسات لا تزحزح، ملفات عميقة وأخرى عقيمة داخلية وأخرى خارجية مع الحلفاء والأعداء، وفي كل الأحوال موقف واحد راسخ وثابت لا تنازل عنه ولا تراجع، نصرة للقضايا المشتركة، سلم لدول السلام وحرب لأعداء الإسلام، وختامها رسالة بكلمات قليلة لها ثقلها ووزنها: لا رهان على بلد يلد القادة ويهب التضحيات ولا يرضخ لغير الشهادة. اليوم ستكون تغطية خاصة عن الأبعاد والمتغيرات والإنعكاسات العسكرية والإعلامية في سياسة إيران الداخلية والخارجية، وراح تكون بداية حلقتنا بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. سيول بشرية تجتاح العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم تشيع جثامين الشهداء وسط مشاركة كبيرة من العراقيين ضمن الحشود المليونية، حيث أما المرشد الإمام علي خامنئي الصلاة على جثمان الشهيد رئيس ومرافقيه بحضور كبار القادة والمسؤولين. مواقف الشعب العراقي مع هذا المصاب وكأنه مصابة، ويعني الألم الذي نراه سواء كان في شبكات التواصل الاجتماعي، سواء كان في الشارع، سواء كان الآن في مجالس الفواتح، مجالس العزاء الذي يقام، ومشاركتهم أيضا في إيران، ذهب الكثير منهم إلى هناك ليشاركوا الشعب الإيراني. هذا الشعب نحن وإياهم دم واحد وقيادة واحدة وولاء واحد، كلنا تحت ولاء أمير المؤمنين سلام الله عليه. بالتزامن مع تشيع جثامين الشهداء، السوداني يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع معزيا قادة الثورة الإسلامية بهذه الخسارة الكبيرة التي أفجعت القلوب، إضافة إلى استمرار توافد المعزين من كتلة آمال النيابية داخل السفارة الإيرانية معزية الشعب الإيراني بهذا المصاب الأليم. زيارة السيد السوداني وأداء الواجب أمام قائد المقاومة وقائد الجمهورية الإسلامية السيد الخامنئي كانت زيارة مشرفة، وخير من مثل الشعب العراقي هو السيد محمد الشاع السوداني لهذه الزيارة، وقال كلمة تكتب بماء الذهب، قال: خسارة السيد رئيسي هي ليست خسارة لإيران، هي خسارة للعالم الإسلامي وخسارة للعراق وخسارة للمنطقة. من هذا المكان نعلن مساندتنا وتأييدنا ودعمنا الكامل لهذه الجمهورية، كحق الجار على الجار، وحق الأخوة على الأخوة، وحق الدين على الدين. تتوافد أعداد كبيرة من المعزين في اليوم الأخير لمجلس العزاء داخل مبنى السفارة الإيرانية في بغداد من مختلف الكتل السياسية وسفراء الدول لتقديم واجب العزاء. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية.
تابعنا وإياكم تقرير الزميل شيبان سامي عن تشيع الرئيس الإيراني ورفاقه في طهران وختام مجلس عزاء السفارة الإيرانية في بغداد. بداية حوارنا ومحور حديثنا في حلقة هذا اليوم ستكون مع أستاذ الإعلام الدولي في جامعة بغداد الدكتور رعد الكعبي، حياك الله. أهلا وسهلا جميعا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني السيد سعيد شاوردي، حياك الله أستاذ سعيد. تحية طيبة لك وجميع المشاهدين. حياك الله. أبدأ معك يا دكتور رعد، اليوم لاحظنا كلنا وتابعنا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذا التشيع المهيب للرئيس الإيراني الراحل، ما الدلالات الإعلامية الدولية وراء هذا التشيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. في البدء أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بهذه الذكرى بهذه المناسبة الأليمة، وأشكر لكم هذه الاستضافة. في واقع الحال التصور الإعلامي حول تغطية وقائع استشهاد السيد رئيسي فيه ثلاثة أو أربعة أبعاد مهمة. نعم. البعد الأول أسباب الحادثة، والبعد الثاني تداعيات الحادثة، وهذه التداعيات أولا على الوضع في إيران، وثانيا على الوضع العربي والوضع العالمي. وثالث قضية جدا مهمة هي قضية تركيز الضوء على التداول السلبي للسلطة في دولة مثل إيران محاصرة بكم كبير من الأعداء وتعاني من ضغوطات كثيرة، ولكنها تسير باتجاه الموامنة ما بين المؤسسات التي تؤمن بالتداول السلمي للسلطة واحترام الحدود. والقضية الأخرى جدا مهمة، قبل أن ننتقل للقضية الأخرى، ما الجديد؟ يعني المعروف عن إيران أنها دولة مؤسسات، فمن الطبيعي أن تكون تداول السلطة. الحدث فيه ثلاثة أبعاد، فيه بعد سياسي وفيه بعد أمني وفيه بعد تقني. المشكلة التي تواجه الجميع الآن، إذا كانت التقنية الإيرانية متطورة جدا، كيف يمكن أن يفسر اختفاء الطائرة لمدة 24 ساعة دون معرفة تفاصيل الموضوع ولا أين اختفت هذه الطائرة؟ طيب. مثل ما هو معروف التقنية الإيرانية متطورة جدا، متطورة إلى درجة أنها في بعض الجوانب متقدمة حتى على الجانب الأمريكي. كيف يمكن لطائرة وطائرة تقل الرئيس ووزير الخارجية وبعض أعضاء الحكومة أن تختفي لمدة 24 ساعة دون معرفة ما هي أسباب اختفائها وإن اختفت؟ هذه أولا. القضية الثانية قضية أنه السيد رئيسي كان يدير ملفات مهمة جدا. نعم. ملفات داخلية وملفات خارجية، وهذه الملفات بعضها مفتوحة منذ سنوات وبعضها وليدة الساعة مثل قضية غزة، وبعضها مفتوحة مثل الصراع مع الولايات المتحدة، وبعضها لا قابلة للتفاوض وقابلة لكي تحسب. والسيد رئيسي لم يكن شخص عادي، كان يمتلك من المؤهلات ما يستطيع به أن يدير الأمور بحنكة وسياسة. طيب. فاختفاؤه في هذه اللحظات الحرجة معناها أنه يجب أن يكون هنالك بديل يستطيع أن يدير هذه الملفات بنفس الكفاءة. وجود البديل الآن يحتاج إلى وقت، وهذا الوقت أعتقد يتضارب مع المسار السريع للأحداث وتطوراتها. نعم. هذا الجانب السياسي. الجانب الآخر اللي هو الجانب لهم هو الجانب الأمني. كيف يمكن أن يفسر أنه إذا كانت هذا السقوط أولا هو هل هذا الحادث عرضي أم مقصود أم مدبر؟ هذا يجب أن تثبت هذه التحقيقات. والجانب الآخر وجهة نظرك الآن لا أستطيع أن أعطي حكم محدد، لأن هذا الأمر مناط بأجهزة أمنية هي التي تحقق. نعم. في هذا المجال، ونحن بعيدين، يعني نتلقى المعلومات من مواقع التواصل. صحيح. والإعلام. الجانب الآخر هو جدا مهم، هل يمكن كيف يمكن أن نبرر فقط أسباب الظروف الجوية هي التي كانت وراء الحادث؟ طيب. هذا يحتاج إلى إثبات، والإثبات غير ميسر حاليا. نعم، أرحب بحضرتك من جديد. بعد رحيل السيد رئيسي، كيف سيكون تعامل إيران في الملف الأمني والعسكري داخليا في إيران؟ التحية للجميع من جديد. هناك أعتقد يعني خطوط عريضة في السياسة يعني لا تتغير، سواء كان السيد إبراهيم رئيسي هو الرئيس أو حسن روحاني أو هاشمي رفسنجاني أو أحمد نجاد أو أي من الرؤساء السابقين أو الجدد الذين سيأتون، هي ثابتة. يعني معروف القضية الفلسطينية ما في تغيير في كل الحكومات، الدعم الإيراني مستمر،
العلاقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب حصل تغيير طفيف، ولكن القضايا المهمة في العلاقة الإيرانية الأمريكية يعني كل الرؤساء بقوا ثابتين على المبادئ. نعم. موقف إيران من إسرائيل لم ولن يتغير. هذه السياسات والخطوط العريضة ستبقى أيضا في أي حكومة تشكل قادما، هي ما فيها أي تغيير. فيما يخص القضايا الأمنية والعسكرية والملفات الداخلية، يمكن أن يحصل شيء من التغيير حسب الشخص الذي سوف ينتخب، هو ينتمي إلى أي التيارات، إلى الإصلاحيين أو المبدئيين أو المعتدلين. فكل هذه التيارات الثلاثة الرئيسية لديها يعني توجه خاص، لديها عندما ترشح يعني شخص للانتخابات كل واحد منها يركز على قضايا معينة. نعم. المبدئيون يركزون على الاقتصاد، والاقتصاد المبني على الطاقات والقدرات الداخلية وعلى تنمية العلاقات شرقا مع روسيا والصين والهند ودول الجوار، وبعد ذلك على الدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية. الإصلاحيون تقريبا عكس المبدئيون، يعتقدون أن العلاقة مع الغرب إذا ما كانت قوية ومع أمريكا فهذا يكون لصالح إيران. المعتدلون تقريبا بين الاثنين. القضايا الأمنية والعسكرية هي أعتقد بعيدة إلى حد ما عن الحكومات. صحيح أن وزارة الدفاع تابعة للحكومة، ولكن يعني الكل متفق على أن الأمن هو خط أحمر، ما في أحد يستطيع يجي وبيقول أن الأمن مش مهم. ولكن أستاذ سعيد، الأمن الإيراني اليوم في تحدي كبير، وهو كشف ملابسات هذه الحادث. يعني البعض يذهب إلى أكثر من هذا الموضوع ويقول ربما توجد شبهة جنائية، يعني بالفعل تم إسقاط طائرة الرئيس الشهيد رئيسي. كيف ترد على هذه النقطة بالتحديد؟ طبعا مثل ما تفضل الضيف، يعني الآن نحن بحاجة إلى تحقيق في القضية يكون شامل متعدد، يعني يستغرق بعض الوقت حتى نعرف كافة التفاصيل. هناك قضايا نعرفها حاليا، قضايا تحتاج إلى التحقيق يعني حتى نتأكد منها. كل الفرضيات مطروحة الآن، ولكن هي الفرضية الأقوى حاليا اللي يعني يركز عليها هي سوء الأحوال الجوية هي التي أدت بالكارثة. طبعا شفنا احنا بالصور كيف كانت القيوم يعني كثيفة وضباب و مطر. ولكن أستاذ سعيد، هذا يقال تغير الجو بعد سقوط الطائرة وليس قبل سقوط الطائرة. لا، هو يعني الكلام الدائر حاليا هو الأجواء لم تكن على ما كانت عليه عندما سقطت الطائرة، يعني تغير خلال وقت فترة زمنية قصير، بحيث لم يكن بوسع الطيار أن يعود أو أن يهبط أو أن هو استمر في الطيران، أراد أن يتخلص من هذه القيومة التي أصبحت أمامه وكثيفة وبارتفاعات مختلفة. وللأسف ولسوء الحظ طبعا الطائرة مش طائرة، هي متطورة وقوية وفيها تكنولوجيا متقدمة حتى تستطيع يعني أن تهزم هذه الظروف الجوية. ولكن سيد سعيد، يعني هذا يتنافى مع التقنية الإيرانية المعروفة بالتطور. يعني كيف طائرة الرئيس لا يوجد بها تقنية مثلا GPS أو تقنيات أخرى؟ لا، هي نعم صحيح، أنت تعرفين إيران تطورت في مجالات كثيرة، يعني تطور كبير حقيقة، يعني بدأت تنافس الدول الغربية مثل ما تفضل الضيف، وحتى تتقدم في مجالات على دول غربية في مجالات علمية صناعية تكنولوجية طبية في الكثير. ولكن أنت مهما كنت قوي يعني كدولة لا تستطيع أن تكون متطور في كافة المجالات. حتى الولايات المتحدة الأمريكية
حتى اليابان، كوريا الجنوبية، الكثير من الدول. نحن في الصناعة العسكرية في الطائرات لازلنا نحتاج إلى الوقت. صحيح تصنع إيران تقريبا 4 أجيال من الطائرات المقاتلة، تم تصنيعها داخل إيران، طائرة آذرخش، صاعقة، كوثر، طائرات أخرى، نعم. طائرات مدنية أيضا تم تصنيعها، ولكن هذه الطائرات لا تستطيع حاليا تنافس الطائرات الأمريكية مثلا. نحن علينا عقوبات، لا قطع قير ما فيش، يعني أنت من السوق السوداء لازم تشتري. فإيران مشي أمورها بهذه الطائرات من الأجيال القديمة، طيب. الأجيال اللي أصبحت مش يعني حقيقة مش متطورة حتى، نعم. الرئيس يعني حتى الرئيس هو هذه الطائرة اللي يركب فيها المواطن العادي هو أيضا يركب فيها، ما مش لديه طائرة مثلا مروحية خاصة أنه هذه خاصة فقط للرئيس، لا، طيب. هذه الطائرة يستخدمها الرئيس، نعم. إبراهيم رئيسي، الهلال الأحمر، الشرطة والآخرون. نعم، إذا دكتور رعد سمعت ما تفضل به. يعني بودي أعلق عليه وأرجو أن يتسع صدره لتعليقي. بالبداية أنا أعزيه بهذا المصاب الجلل، وأنا مقدر جدا للطريقة التي يتحدث بها والأفكار التي طرحها، وهي محل احترامي وتقديري. ولكن هنالك يعني جملة من الموضوعات ينبغي أن أشير إليها هنا إن سمحت لي حضرتك ولوقت البرنامج. أول شيء يعني إيران قياسا لدول أخرى عربية ضمنهم العراق تعتبر متطورة جدا. طيب. إحنا بالعراق الآن موجود بالتيك توك اليوم، شفت إنه إذا تقدر اكو جهاز مال تتبع مال جي بي اس، تاخذ تطيل ابنك وين ما يروح، تتابع سيارتك كذا. نعم. اذا كانت هذا الشيء متوفر عندنا بالسوق المحليه يمكن ب 10 ب 15000 زين، فبالتاكيد طائره مثل طائره الرئيس لازم بها جهاز تتبع. التصريحات الاوليه للحادث يعني كانت تقول ان طائره الرئيس متطوره جدا. انا يعني اكو تصريحات انها متطوره جدا، خلي بين قوسين كلمه متطوره جدا يعني مو طائره عاديه. فمال تختفي هذه الطائرة بين ليلة وضحاها ويبقى البحث عنها ساعات بدون أن نعرفون أين هي موجودة، هذا شيء ما مسموع به. ثانيا بالضرورة يجب أن يكون هنالك اتصال ما بين الطيار وما بين مطارات أخرى أو قواعد عسكرية، أين هذه الاتصالات الصوتية؟ لم يكشف عنها حتى الآن، ربما لأسباب تحقيقية اختفت، يعني لم توضح هذه القضية. المسألة الأخرى اللي هي جدا مهمة، الآن هنالك صدمة، أكو صدمة في الداخل الإيراني، صدمة حزن، وأكو صدمة عند الغرب. الغرب الآن تعامل مع الرئيس رئيسي يعني في فترة زمنية طويلة، هذا التعامل أعطاهم فرصة لكي يعرفوا كيف يفكر الرجل، وهم لديهم ملفات موجود في السياسة الإيرانية، أشياء ثوابت لا يمكن أن يتصرف بها، لكن هنالك أشياء مرنة قابلة للتحرك مثل العلاقه مع الغرب، هنالك ثوابت فيما يعني يخص العقيده. الثوابت ممكن ان تتغير قليلا، اي الغرب لا الثوابت الرؤساء. لا لا اكو ثوابت ما ممكن ان تتحرك، التعامل مع اسرائيل، التعامل مع القضايا الاسلاميه والانسانيه ثابته، لكن اكو اشياء تتحرك مثل العلاقه مع المملكه العربيه السعوديه مثل كذا، هذا ممكن تتحرك. الغرب عندما تعامل مع السيد رئيسي كان لديه تصور حول كيف يفكر الرجل، الآن الغرب لديهم صدمة، البديل يحتاجون إلى وقت لكي يتعلموا أو يعرفوا كيف يتعاملون معه. فقدان السيد رئيسي في هذا الوقت يسبب إرباك للغرب، هذا الإرباك سيدفعهم إلى أنه يعيدون النظر في كثير من القضايا عندما يحل شخص بدل السيد رئيسي. هذا الشيء يدفع بالضرورة أن فقدان السيد رئيسي ليس من مصلحة الغرب، مو لأن هو الرجل كان يتعامل مع عبودية، لا، هم يعرفون كيف يتصرف، ولديهم يعني تعاملات سياسية معه سواء بطريقة غير مباشرة معه. الصدمة اللي موجودة الأخرى عندنا إحنا سواء في العراق أو خارج العراق صدمة إنسانية، نحن نتعاطف كثيرا مع الشعب الإيراني ومع السيد رئيسي، مواقفه مشرفة بالنسبة للدول الإسلامية وبالعراق، ولكن لدينا صدمة كيف لدولة مثل إيران متطورة جدا، يعني هذا أبسط تصور عند المواطن العادي أن يختفي رئيسها بين ليلة وضحاها ولا يعرفون، يعني لا تقول لي لطائرة ما تقدر ما مرتبة بحيث ما يعني ما تقدر تتعامل مع
التغير الجو والضباب والكذا، هذا لا يقتنع بها المواطن في الشارع. دكتور رعد، الان مساله ان نقول ان هنالك من اسقط الطائره يحتاج الى تحقيقات، وهذا الاتهام باعتقادي موجود ما لم ينفى. ما لم ينفى هذا الاتهام موجود لحد الان، لان انت طائره الرئيس متطوره جدا بحسب التصريحات. طيب. اختفت ما يدرون الاشاره وين، البحث عنها ساعات، يعني هذا يحتاج الى تحقيقات. نعم. تثبت انه لماذا اختفت طائره. نعم. الرئيس. استاذ سعيد، دكتور رعد وضح بعض النقاط وبعض المداخلات مع حضرتك، اذا كنت تسمعها بوضوح. لا، سمعت بوضوح. نعم، انا يعني اقدر ما تفضل به الدكتور رعد. طبعا هي اسئله مهمه جدا حقيقة، يعني هي أسئلة منطقية، هذه كلها أنا أشاطره الرأي أن هذه الأسئلة وحتى غير هذه الأسئلة يجب أن تكون إجابات عليها يعني. وأنا أيضا من الذين منذ اللحظة الأولى حقيقة يعني أيضا أشرت لبعض النقاط التي تفضل بها الدكتور رعد مع الكثير من القنوات تحدثنا، فأنا أيضا طرحت مثل هذه القضايا وحتى وجهت انتقادات لجهات معنية وعديدة داخل إيران، يعني لماذا يمكن أن نواجه مثل هذه الكارثة؟ يجب التحقيق مع أي مسؤول له علاقة بهذه القضية، ما بعرف جهة الأرصاد والطيران وكل مسؤول كان يعني هو في هذه الرحلة كان هو لديه عمل، يجب أن يسأل وأن يجيب على كل الأسئلة، إذا كان مقصر فيجب أن يحاسب وفق القانون. طبعا نفهم هل هناك جهة أجنبية كانت لها يد، هل قصور داخلي، هل يعني نعرف كل شيء. طيب. ويصبح كل شيء واضح أمامنا. هل بدأ الطهران بالفعل بفتح هذا الملف التحقيقي أستاذ سعيد؟ نعم، بدأت بالفعل طهران بفتح هذا الملف التحقيقي لأن الجميع ينتظر النتائج. صحيح، نعم، اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، نعم هو باعتباره المسؤول عن إجراء هذه التحقيقات أمر بتشكيل لجنة خاصة، وأتصور أنه مش رايح تكون لجنة واحدة، وبدأت العمل. نعم، منذ اللحظات الأولى تم العمل على كشف الأسباب والإجابة عن الأسئلة وأن نكون أمام صورة واضحة، ولكن هذا طبعا أتصور أنه يحتاج وقت، يعني مش يعني حادثة سهلة أو من زاوية واحدة فقط نحتاج تحقيقات، يعني هذا قضية فيها شائكة، فيها الكثير من التعقيدات، فهذا أعتقد نحتاج إلى شيء من الوقت. فيما يخص يعني أجهزة مثلا الجي بي إس، أنه مثل ما تفضل الدكتور أنها أصبحت يعني متاحة في كل مكان، كل واحد يستطيع يستخدمها، موجودة في الموبايل في الكثير من الأجهزة. طبعا أعتقد دكتور هذه قضية يمكن يعني أنا كشخص إنسان عادي أستخدمها في موبايلي في أي شيء آخر، ولكن نعرف جيدا يعني اليوم الاختراقات أصبحت، يعني أنت تعرف الولايات المتحدة الأمريكية كم متخوفة من الصين، الصين أيضا كم متخوفة من البرامج، ما بعرف الأمريكية البرمجيات من تيك توك من البرامج الأخرى على الإنترنت. طيب. هذه كلها أجهزة ظاهرها أنه للإنسان والمواطن العادي، ولكن معظم عملها هي للتجسس لكسب المعلومات على. طيب. الدول، هذا فيما يتعلق بالجي بي اس. نعم، اشار دكتور رعد الى نقطه مهمه هي اتصال الطائره مع القواعد العسكريه وخطوط الطيران المدني. نعم، هي هذه النقاط، هذه نحن نحتاج لاجابات داخليه من داخل ايران من جهات معنيه. نعم، من هي الجهه التي كانت مسؤوله عن التواصل مع الطائره؟ متى انقطع التواصل؟ ما كان رد الطائرتين التي كانت مع الرئيس؟ ماذا فعلت؟ هل حاولت المساعدة؟ هل تركت المكان؟ هل نزلت؟ هل كان بإمكانها أن تنزل وتساعد؟ هل الظروف كانت صعبة أمامها هي أيضا وحاولت
تنجي نفسها فعل الشيء ما فعلت، والكثير من الأسئلة. نعم. هذه سنكون على أمام أجوبة على هذه التساؤلات. ولكن أيضا نقطة مهمة لو تسمحين، إيران لا تستخدم الأنظمة، يعني خاصة إذا ما بيكون لديك رئيس وكل شيء لازم بيكون سري ومش مكشوف لأي جهة خاصة الأجنبية، فما تستخدم أنظمة تحديد المواقع الأجنبية يعني. وهذا رأينا قبل أسابيع عندما شنت إيران هجوم على إسرائيل، قطعت يعني قطع النظام الجي بي اس على الصواريخ الإيرانية. نعم. كانوا بيتصوروا أن الصواريخ تستخدم نظام جي بي اس، فقالوا أقلقوا هذا وقطعوا حتى لا تصيب أهدافها بدقة. فقط اسمحي لي النقطة الأخيرة. إيران وخاصة حكومة السيد إبراهيم رئيسي حقيقة على عكس حكومة الرئيس السابق حسن روحاني أعادت البرنامج الفضائي الإيراني وأطلقت 12 صاروخ أو يعني قمر صناعي إلى الفضاء، وكان لديها برنامج كبير ومتكامل لتطوير الأقمار الصناعية والاتصالات والجي بي اس الخاص بإيران. فهذا المشروع كانت تعمل عليه حكومة إبراهيم رئيسي حتى يكون لديها جهاز تحديد الأماكن وطني خاص بإيران، مش لروسيا والصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أن نستخدمه في مثل هيك حالات. ولكن لسوء الحظ يعني واجهنا ما واجهنا. نعم. ونأمل إن شاء الله الحكومة القادمة أن تواصل هذا العمل. طيب. على هذا النظام والقضايا. نعم. الأخرى. دكتور رعد، كيف قرأت الصورة الإعلامية منذ لحظة فقدان الطائرة وحتى التشيع المهيب في طهران؟ يعني الصورة الإعلامية مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الحديث حول يعني أين اختفت طائرة الرئيس، ما هي أسباب هذه الحادثة، لماذا ذهبت الطائرة هناك، لماذا ذهب الرئيس هناك، المكان اللي اختفت به، هذه بالبداية اهتمت بها وسائل الإعلام. القضية الثانية اهتمت بها ما هي مو الحدث، تداعيات الحدث. طيب. تداعيات الحدث سياسيا على الداخل الإيراني وسياسيا على الخارج الإيراني، كيف ستكون شكل العلاقة مع الولايات المتحدة، كيف ستكون شكل العلاقة مع الأحداث في غزة، كيف ستكون شكل العلاقة مع المملكة العربية السعودية، مع إسرائيل. لا. مع كذا. القضية الثالثة اللي هي جدا مهمة تعاملت بها وسائل الإعلام هي يعني كيف يمكن أن تستمر الملفات العالقة ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران وما بين الولايات المتحدة. وهذه فيما يخص السيد رئيسي، قدمت وسائل الإعلام فرشة موسعة حول حياته ونشاطه وكذا، ولكنها مع الأسف لم تجب على الكثير من الأسئلة التي كانت يبحث عنها المواطن. أول هذه الأسئلة، من هو البديل وكيف يمكن أن يكون يعني مؤهلا بكفاءة رئيسي، ولم تقدم لنا وسائل الإعلام إلا ما ندر يعني، خصوصا بالمواقع التواصل ربما موجود لكن بالفضائيات يعني ما أعتقد تم تناول هذا الموضوع. يعني حول النظام السياسي في إيران، صلاحيات الرئيس، صلاحيات نائب الرئيس، فوجئنا مثلا نائب الرئيس يدير السلطة، يدير الاجتماعات الحكومية، تجرى الانتخابات بعد 50 يوم. لا، ولكن يعني تفاصيل النظام عندما يمر بأزمة مثل هذه لم تقدم قانونيا، لم تقدم في وسائل الإعلام. لا، دكتور رعد، يعني في الحصاد استضافين ربما انتم هنا. لكن سلطوا يعني حتى تابعنا القنوات بشكل عام على القنوات بشكل عام سلطوا على هذه على النظام. اقصد النظام القانوني لمشكله مثل هذه لم يكن التسليط على الضوء بشكل متكامل. طيب. بعد يفهم المواطن يعني كانت عندك ملاحظه حول مدى قانونيه انتقال السلطه؟ لا، يعني هذا الجانب ربما في الدستور الايراني موجود هذا الشيء، لكن طيب. تغطيته بشكل كامل لم تكن موسعة. أيضا ماذا رصدت من خلال التغطيات الإعلامية لهذه الحالة؟ يعني أعتقد اليوم التشيع. أي التشيع هنالك يعني كم كبير من الساعات الفضائية خصص لقضية نقل الجثامين والدفنة والصلاة الجنازة وكذا، وهذه والتسليط الضوء على المواقف الأخرى، مواقف الدول غير اللي المتعاطفة مع إيران لم يكن بشكل متكامل. يعني قدمت ربما فقط الدول. حضرتك رصدتها باعتبارك أنت متخصص في. يعني ربما الدول يعني الدول المتعاطفة مع الجمهورية الإسلامية في إيران رصدت مواقفها، لكن عدد كبير من القنوات الفضائية مثلاً
ما غطت هذا الموضوع على أساس يعني أنه يمثل سواء موقف إنساني، لكن كموقف من باقي الدول. أبرز ما رصدت حضرتك؟ رصدت أنه هنالك يعني أول شيء صدمة لدى القنوات الفضائية، والشيء الثاني أكو تعاطف من المجتمع الدولي مع ما يحدث في داخل إيران. هذا التعاطف ربما سيتحول إلى مسارات سياسية جديدة تؤثر في يعني تحديد أولويات. هذا بالنسبة للمتعاطفين، ممن لم يتعاطف مع هذه القضية من الجانب الإنساني، هل رصدت هكذا حالة؟ يعني قليلة موجود هذا الشيء، ولكن أنا باعتقادي يعني مثل هذه القنوات لا تستطيع الآن أو ما تقدر تعبر عن التشفي حول مقتل استشهاد السيد رئيسي، ولكنها في كل الأحوال تجاوزت الموضوع يعني التعاطف. طيب. الإنسان أستاذ سعيد، ماذا لو لم يكن حادثا عرضيا بسبب سوء الأحوال الجوية؟ ماذا لو كان هنالك استهداف؟ يعني من وجهة نظرك كيف سيكون الرد الإيراني؟ والله يعني هذا لحد الآن لا أحد تحدث عن أن جهة أجنبية كان لها دخل في إسقاط الطائرة أو ما واجهت الطائرة. يعني لحد الآن لا توجد اتهامات من قبل إيران لأي جهة أخرى، بسبب أنه نحن دائما عندما كانت إسرائيل مثلا ترتكب جريمة بمجرد يعني خلال وقت قصير يكون هناك اتهام لإسرائيل أو لأمريكا، حتى محاولات يعني التفجير في منشآت نووية، اغتيال شخصيات داخل إيران خارج إيران. يعني سريعا خلال ساعات قليلة تصدر الاتهامات من قبل إيران أن الجهة الفلانية هي التي ارتكبت هذه الجريمة، وسيكون هناك رد من قبل إيران وحساب. ولكن الآن لم أسمع أنا من أي جهة، يعني نحن ما نريد أن نتهم أي، حتى لو كان عدو، حتى لو كانت إسرائيل أمريكا، يعني تتهمه دون أن تكون لديك أدلة. أنت تحتاج تبحث، تحقق، تجمع المعلومات. طيب. تصل إلى رؤوس الخيوط، بعد ذلك إذا ما ثبت لك شيء بعد ذلك تتحدث وتتحدث عن رد. ولكن الآن أعتقد لا يوجد مثل هذا. ينبغي علينا أن نعرف كما قلت، يعني هذه قضية معقدة يعني بشكل كبير، وإيران يعني أعتقد لديها الجرأة ولديها الشجاعة أن تعترف بكل شيء. طبعا الآن إذا يعني يوجد شيء يعني غير اللي احنا بنظن ان الجو هو الذي، الاوضاع الجويه هي التي ادت بالكارثه، ايران يعني اثبتت في عندما للاسف حصل خطا وتم استهداف طائره، يعني عندما ردت ايران على اغتيال الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس، وحصل خطا تقني أو اختراق في. طيب. المنظومات الدفاعية للأسف الشديد أدى إلى سقوط طائرة مدنية وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في الطائرة. لم تخفي إيران الأدلة واعترفت، يعني. طيب. هي حققت في الموضوع، والقوات المسلحة هي التي طرحت، قالوا يعني نحن نشك أن هذه الطائرة لم تسقط بشكل اعتيادي، يمكن منظوماتنا الدفاعية هي التي استهدفتها بالخطأ. نعم. خلال 3 أيام. طيب. تمت التحقيقات، وصلوا إلى أدلة. طيب. أن المنظومات الإيرانية استهدفت. نعم. واعترفت بذلك إيران. طيب. بصراحة هل الجمهورية الإسلامية لديه الإمكانيات الكافية لكشف كل ملابسات الحادث، أم يتعين عليها الاستعانة بخبرات دولية عالية المستوى للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع؟ لا أنا أتصور إيران تمتلك كل ما تحتاجه لإجراء تحقيق شامل في كل المجالات فيما يخص القضية. نعم. ليست بحاجة إلى أي جهة، لا من الغرب ولا أي جهة أخرى. إذا ما كانت استعانة يعني طبعا إيران بتركيا كبلد جار ودولة إسلامية، وطلبت يعني نوع من المسيرات التي تمتلكها تركيا، فهذا كانت الظروف تختلف. يعني لدينا رئيس
يمكن أن يكون في ظروف صعبة، فالوقت لم يكن بصالحنا، حتى الدقيقة والثانية والساعة مهمة بالنسبة إلينا، فما في مشكلة. يعني نأتي بطائرة تركية لديها تقنيات معينة، نحن لدينا طائرات مسيرة ولديها تقنية عالية جدا. وبالمناسبة يعني هذه نقطة الإعلام كلش يعني ركز عليها، أن الطائرة التركية والمسيرة التركية هي التي استطاعت أن تحدد مكان سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي. القوات المسلحة شكرت تركيا وشكرتها على إرسال الطائرة، ولكن أوضحت ببيان رسمي أن المسيرات الإيرانية هي التي اكتشفت مكان سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي وليس الطائرات التركية. نعم، ولكن يعني السؤال الأكثر تداولاً أستاذ سعيد، حتى أكون مع حضرتك واقعية وأنقل لك الرأي والرأي الآخر، أيضاً يقولون لو تدخلت الطائرة التركية منذ وقت لربما ساهمت بتقليل هذه الخسارة. لا، هو الخاطر هيك، أنا يعني قلت لحضرتك أنه إحنا ما قلنا أنه لا، نحن مش محتاجين وما نسمح، ويمكن بكرة واحد بيقول أنه دول طائراتهم المسيرة يعني ما فيها خير واستعانوا بتركيا. لا لا، احنا يعني هذا الكلام ابتعدنا عنه، قلنا الرئيس ويعني حياة الرئيس هي اهم من كل شيء، حتى اهم من سمعة طائراتنا ومن اي موضوع اخر. فنحن بسرعة قدمنا طلب لتركيا لان تزودنا بطائراتها حتى نستعين بها الى جنب الطائرات الإيرانية التي تمتلك تقنيات متعددة ومختلفة. طيب، ويكون هناك تكامل، يعني ما في مشكلة، ونشكر تركيا طبعا وشكرنا تركيا على هذا التعاون الطيب. نعم، ولكن يعني الحقائق يجب أن تقال. يعني نحن أيضا عندما الطائرات الإيرانية هي التي اكتشفت الطائرة مكان طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، ما يعني ما في داعي أن نقول أن طائرة أخرى هي التي قامت بهذا. على كل حال اليوم تختلف القضية، يعني نحن كنا في صراع مع الوقت في تلك اللحظات، فيجب نعم أن نستعين بدول أخرى، ولكن الآن أمامنا شيء من الوقت ومتسع من الوقت، ولدينا التقنية والتكنولوجية داخليا، فأنا لم أتصور أن إيران بحاجة إلى أي عون ودعم من طيب أي دولة. وضحت الفكرة. لكشف نعم الملابسات والوصول إلى والقيام بالتحقيقات. طيب دكتور رعد، رغم الحادث المؤسف والأوضاع الحزينة والصعبة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن تغريدات الإمام القائد تركز على وحدة الموقف الإيراني، على القوة، على الصبر وعلى العزم، ما الرسائل وراء هذه التغريدات دكتور رعد؟ يعني يمكن أن تكون ثلاثة أو أربعة مؤشرات حول هذا الجانب. المؤشر الأول أنه إيران ما زالت يعني قوية برغم كل المآسي اللي تمر بها. نعم. وهذه القوة ربما ستدفعها للبقاء على مواقفها الإنسانية مع الدول الإسلامية وغير الإسلامية. طيب، هذا مؤشر. المؤشر الثاني يعني على ما يبدو لي يقرأ بطريقة أن الخط الموالي جدا يعني بدرجة 100%، أنا ما أقول لك خط غير موالي داخلي للسيد الخامنائي، يعني بدأ يبعد عن الساحة، أول ما الشهيد سليمان وبعدين الرئيسي. نعم. طبعا هذه وراها أشياء أخرى، وأنا ما زلت أؤكد على مسألة وهذه للتاريخ، أن فرضية اغتيال السيد رئيسي قائمة ما لم يثبت العكس. وأنا متأكد من مسألة أن حكمة السيد الخامنائي تستطيع أن ترتب الأمور بإيران بطريقة صحيحة، هذا جانب. الجانب الآخر، ربما هذه الرسائل ترسل رسائل طمأنة إلى الى المجتمع الايراني او خارج الايراني، المجتمع الايراني من الدول الاسلاميه، بان ايران يعني ستبقى على مواقفها وستبقى على مبادئها وعقائدها في نصره المظلومين اينما كان. ولكن دكتور رعد بصراحه الغرب بدا يروج لفرضيه، اعلاميا اتحدث، لفرضيه المؤامره واسقاط الطائره. يعني لا، الغرب دائما هو يعني يوجه مثل هذه الاتهامات بطريقه او باخرى، يعني وان النظام ربما يتصدع ويتضعضع داخل ايران، مثل ما هم متفق عليه جميعا ان ايران دوله مؤسسات، ان نظامها في جانبين، اكو جانب عقائدي وجانب سياسي. نعم. الجانب العقائدي هو الذي يحدد السياسه العامه، وبالتالي
هذه العقائد مرتبطة بمذهب أهل البيت، فليس من فمن المسبعة تماما أن تكون على خطأ. أنا أتصور أن الغرب عندما فشل في أن يفسر ما الذي حصل للسيد رئيسي والوضع، بدأ يروج مثل هذه الاتهامات. الغرب يعني يروج القضية صراع ما يعني بين، ما الذي سيستفيد منه إعلاميا الغرب؟ يعني الشعب يعني الإيراني متماسك للغاية وليست المرة الأولى يخسر فيه قادة. لا، هذه رسائل مو ليس للداخل الإيراني، هذه رسائل موجهة إلى الآخرين خارج الداخل الإيراني، أنه ما يحصل في إيران هو يعني تصدع في النظام، صراع بين أجهزة مختلفة، مثل هذا الصراع سيعمل في نهاية المطاف على زعزعة النظام. هذه رسائل طبعا للذين يوالون الغرب خارج إيران وهم غير متعاطفين مع إيران، حتى يطمئنهم على أنه هو يعطي شرعية لتوجيه يعني أساليب غير إنسانية في ضرب الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني ألم يشعر الغرب بالملل؟ دائما يحاولون بنفس السيناريوهات، وحتى الآن هم مصرين على نفس السيناريو. هذه السيناريو التصريحات يشبه كثيرا سيناريو التصريحات التي ظهرت ورا استشهاد سليماني، نفس المرحلة. هنالك صراع كذا، هذا بنهاية، رغم أنهم اعترفوا قالوا إحنا اللي كنا وراء قضية الشهيد سليماني. الغرب دائما يعني يحاول بطريقة أو بأخرى أن يوجد أساليب تعطي شرعية لتصرفاته ولعدوانيته. طيب أستاذ سعيد، هل لك أن تحدثني عن اليوم الحزين والصعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ تابعنا ذلك بكل حزن، يعني لاحظنا وتابعنا الكثير من مقاطع الفيديو التي كانت مؤلمة على قلوبنا، لكن أريد أن أتحدث معك عن الصدمة في الشارع الإيراني وعن التشييع المهيب هذا اليوم. سأجيب على سؤال حضرتك، بس لو تسمحين يعني تعقيبا على ما تفضلت به، وهو هناك الغرب أو بعض الجهات يعني بدأوا يقولون أن هناك مؤامرة، هناك محاولة كانت قد أسقطت الطائرة. يعني أنا لا أنفي أن تكون هناك مؤامرة، ولكن لحد الآن ليست لدينا معلومات، نحتاج إلى وقت حتى نعرف بالضبط ماذا حدث. بس الجميل يعني تعرفين حضرتك، دائما نحن عندما كنا نقول لهم في قضايا معينة أن هناك نحن أمام مؤامرة، علينا مؤامرات، تحاك علينا مؤامرات، كانوا بيضحكوا علينا وبيقولوا أنتم لديكم وهم، أنتم أصحاب المؤامرة، تعرفين يعني بيتمسخروا في مثل هذا الكلام. اليوم بالعكس صار، نحن نقول لحد الآن لن نجد، ما مش عارفين أنه توجد مؤامرة أو لا. هم دون أي معلومات، دون أي تحقيقات، بدأوا هم بيقولوا لا توجد مؤامرة. طيب لماذا أستاذ سعيد، لماذا خالف تعرف مع الجمهورية الإسلامية؟ يعني طبعا هو هذا، يعني اريد اقول يعني هذا المنطق يعني الغربي او يعادي ايران، هم يعني كيف ما تخدم مصالحهم بيتكلموا، بيخلقوا كلام، يشككوا، يروجوا الى روايات يعني وفق مصالحهم. هذا مش مهم، يعني احنا يجب ان نعرف ما هي مصلحتنا، ماذا ينبغي علينا القيام به، وان نسير نحن طارق في وفق خارطتنا، مش يعني كلامهم. وأنا أتصور أن إيران دائما هي لا تتأثر بالحرب النفسية والإعلامية الأجنبية، لأن هي تعرف أن هذا ليس بمصلحة إيران. اليوم أيضا بعيدا عن كل شيء وعن كل كلام وعن كل مواقف، إيران ستسير في الوصول والعمل على كشف الملابسات، وهي قادرة على فعل ذلك دون أن تتأثر بكلام الغربيين. طيب، وما بعرف الآخرين. ردا على سؤال حضرتك، نعم، حقيقة يعني أنا أشعر هناك حزن كبير يخيم على الشارع الإيراني، على المواطن. أنا أكون صريح مع حضرتك، يعني مو كل المواطنين وكل الشارع كان مع السيد إبراهيم رئيسي، لا، هناك فئة لم تصوت له، هناك فئة كانت يعني تختلف مع بعض البرامج ومع بعض مشاريع الاقتصادية ومواقف السياسية. يعني هذا هنا ديمقراطية عندنا، احنا ما نطلب من كل الناس تكونون كلكم ويا الزعيم والرئيس، لا، كان الفئة تعارضة ومش موافقة عليه. اليوم انا اشعر يعني، وانا حقيقة كنت من الناس الذي وفقت ان اكون في مراسم التشييع،
حقيقة ما مش كنت قادر أمشي في الشارع بسبب الكثافة، الناس اللي جايين ويشاركوا والبكاء والحزن والملابس السوداء ومن مختلف التيارات، يعني مش كلهم يعني من تيار المبدئيين، لا بتشوف وجوه مختلفة تنتمي إلى تيارات مختلفة. هذا الحزن أصبح أصاب الجميع. أعتقد يعني الكثير اليوم عرفوا يعني مكانة السيد إبراهيم رئيسي، يعني للأسف عندما كان على قيد الحياة مش كانوا يعرفون مكانته وأهميته وتضحياته ويعني الجهود التي بذلها من أجل المواطن الإيراني. لكن اليوم عندما خسرنا هذه الشخصية الكبيرة أصبح الكل يتحدث عن أنه للأسف نحن فقدنا شخصية يعني كانت لها وزنها، كان لها عملها الجبار في إزالة الكثير من العقبات وحل المشاكل ورسم خطط يعني بعيدة ومتوسطة للتقدم. فالكل أشعر أنه أصبح حزين في إيران على فقدان هذا الرجل العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا الأستاذ سعيشة وردي الباحث في الشأن الإيراني، كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. أيضا أستاذ الإعلام الدولي في جامعة بغداد الدكتور رعد الكعبي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. قبل ختام حلقة هذا اليوم راح نستعرض وإياكم أبرز ما جاء في حساب الإمام القائد الخامنئي على منصة إكس خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الملفات الداخلية والإقليمية والدولية، لنتابع. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.